مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل رأس النظام السوري بشار الأسد في المحافظات السورية بعد قرارات الحكومة رفع أسعار المحروقات، جاءت توقعات الخبراء صادمة لما سيحدث في حال عدم رحيل الأسد ونظامه، فما القصة؟ خلال الساعات الماضية تعالت أصوات المحتجين في سوريا خاصة في محافظتي السويداء ودرعا للمطالبة بإسقاط النظام السوري بسبب تردي الأوضاع المعيشية مؤخرا بعد الانهيار الاقتصادي السوري والعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي. ومع توسع رقعة الاحتجاجات السورية في مدن جديدة، خرج المحللون والمراقبون للحديث عن خيارات بشار الأسد والطريقة التي سيتعامل بها مع المحتجين والتطورات الجديدة في حال زادت الاحتجاجات وشملت المناطق التي تدين له بالولاء المطلق. فالتقارير الإعلامية رأت أن الأسد أمامه خياران فقط: الأول أن يستجيب لمطالب المتظاهرين وهي الرحيل عن السلطة، ورغم أن الخبراء يرون أن هذا الخيار مستبعد إلى حد كبير، إلا أنه يبقى خيارا مطروحا خاصة في حال أن هذه الأوامر قد تأتي من القيادة الروسية. أما الخيار الثاني هو الاستعداد للمواجهة والتعامل مع الحراك الجديد عسكريا، وتشير التقارير إلى أن هذا الخيار يبدو الأقرب بالنظر إلى عقلية الرئيس السوري وتصرفاته في تجارب سابقة وفقا لموقع طيف بوست. في حال توجه بشار الأسد هذه المرة نحو الخيار العسكري لن يكون في صالحه كما حدث في عام 2011، خاصة أن المقربين من الأسد هذه المرحلة يدركون جيدا أن من الأجدى لهم أن يتخلوا عنه عوضا عن الذهاب معه إلى كارثة جديدة. وبحسب التقارير الإعلامية فإن الوقت لن يتأخر كثيرا حتى يدخل الأسد ونظامه في نفق مظلم، لن يكون بمقدورهما الخروج منه بسلام مهما حدث من متغيرات. وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن نظام بشار الأسد لم يعد لديه الكثير من الخيارات لمواجهة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في سوريا، خاصة وأن الخيار العسكري يعتبر غير متاح، حيث لن تسمح أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي للأسد بالتحرك عسكرياً كما غضت الطرف عنه عام 2011. فالأسد يبدو حالياً أمام خيارين، فإما السقوط أو الإسقاط، خاصة في حال انضمت مدن الساحل السوري بقوة للاحتجاجات المطالبة برحيل بشار الأسد وإسقاط نظامه، وتأتي تلك التطورات الأخيرة في ظل عدم استجابة موسكو وطهران لمطالب الأسد بخصوص تقديم مساعدة مالية عاجلة له.